يو، مرحبا بكم في فيديو جديده لاشين ديالكم امير فلوغ. غادي نهضروا على واحد السوجي تري تري انتريسون اللي داير بالبال في العالم كامل ماشي غير في المغرب، اللي هو السوق ديال الكريبتو موني. وغادي نهضروا على واحد العمله محدده، غادي نعطيكم عليها غير لافي ديالي بيرسونيل. دونك ابري مي سي با ان كونسي فينونسي، ابري سي تافو دو فير دي ريغوشيرش، تقلبوا وتبحثوا وتشوفوا واش داكشي اللي قلت هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. بيان سور يقدر يكون غلط يقدر يكون صحيح، اون سي جامي. المهم هادشي ما كاينش فيه شي حاجه لي سور. كتبقى غادي نهضروا على عمله الكلب دوتش كوين، دونك عارفينها دايره قرباله ديغنييرمون. اي غادي نعطيكم اوشي في الاخر ديال لا فيديو، غنشوفوا او ميم طون لي اناليز تكنيك ديال هاد لي كوين اللي غادي نشوفو اونصومبل، اللي انا حاطهم قدام عيني كنشوفهم كيفاش غاديين وكنتداول بهم يوميا، وكاين اللي حاطهم في لون تيرم. دونك نشوفو من بعد الفاصل الاشهاري. قبل ما ندوزو للتفاصيل ديال هاد الفيديو هادي، بغيت نقول لكم كو لا فيديو لي سبونسوريزي بار لو جروب اي ا دي انجل انفستور اكاديمي. هاد لو جروب هذا كيعلمكم تريدينغ و تيعطيكم توصيات فابور في سوق الاسهم و الشركات. كل سيمانه كيديروا دي لايف تريدين، كيعلمكم كيفاش ديروا تداولوا فابور مع لي تريدر ديالهم، كيعطي دي كونسي زوينين، داكشي فريمون واعر بزاف. دونك الا كنتو انتريسي راه غادي تلقاو شي ميساج، راه غادي تلقاو لو سيت ديالهم، لو جروب تيليجرام ديالهم في لا ديسكريبشن. دونك دخلوا عندهم و سولوهم. دابا ندوزو لفيديو ديالنا ان شاء الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو، كنشكركم بزاف على التفاعل في لي فيديو اللي فاتوا، سورتو في البروجي اي ماركتين. الا كنتو مازال ما شفتيه جو تانفيت تدخل لاشين تشوفو انتريسون. دونك هاد العمله هادي ديال دوتش كوين دايره فريمون بالبالة بزاف في السوق، سورتو كاين لي بحال اللي غتقول دافعينها شي ناس و تيهضروا عليها شي ناس اللي عندهم واحد لوديونس كبيره وعندهم واحد لانفلونس كبيره في العالم. اكبرهم او اول واحد منهم هو ايلون ماسك، مول تسلا، سبيس اكس، ايتترا. كما كتشوفوا هنا في التويت اللي كيدير دائما تيهضر على الدوتش. اون فوا كيدير شي تغريده هكا في تويتر، كتشوف العمله كتمشي بواحد الطريقه صاروخيه يمكنكش تصورها، اي كتطلع العمله. بيان سور اللي ما عارفينش كو فوالا نيفو فوندامونتال، هاد العمله هادي ما عندهاش ان بروجي لي قايمه عليه. يعني مثلا كتشوف الاكس ار بي باغ اكزومبل، عندهم ان بروجي ديال الفاسيليتي ديال لي فيرمون بانكير ايتترا، تيكونوا بلو رابيد و بلو سيكوريزي. وكل وحده وشنو البروجي ديالها، فهمتيني؟ حنا ماشي غير عمله كتصنع غير هكاك. دوتش كوين هادي تصنعات غير بور لو فان، غير بالضحك، وبيان سور بانو بزاف ديال لي كوين بحال داك الشكل. دونك ما يمكنلكش تثق 100% في هاد الكريبتو موني هادي، ولاني كاين شي ناس كيسميوها العمله الرقميه ديال الفقراء، لان رخيصه. اي كاين شي ناس حاطين على الامل بانها غتكون بحال البيتكوين، غتجيب لهم الفلوس. سورتو كو كيف قلت لكم الي ماشي مدفوعه من ايلون ماسك، يعني ماشي شي واحد اللي شي نيمبورتو كي، مي سي ايلون ماسك. دونك طونكو هو تيق فيها، سي كو سيغمون طول الموند غادي يثق فيها. اي كتلقى الناس تي انفيستيو فيها بزاف، و سورتو كو الماركت كاب ديالها كبر بزاف، فيه بزاف الناس اللي انفيستين في هاد العمله اللي ما عندها حتى شي نورمالمون مستقبل. دابا شحال من واحد كيجي عندي في كنشوف في لي ريزو سوسيو كيجي عندي، واش الي طون تاشتي، واش خاصني نشري دابا، واش خاصني نبيع، واش ندير، واش نصبر. امير شنو كتنصحني؟ كيعطوني بزاف ديال العملات، البي تي تي، الادا، الكاردون، بزاف ديال العملات، وكيسولوني عليهم. انا صراحه كي كنقول لكم دائما جو سوي با بروفيسيونيل في لي كريبتو موني، مي اون فوا كتبان ليا شي اوبورتونيتي، لان تقريبا سي لا ميم اناليز تكنيك اللي كتخدم في مثلا في الفوركس، اللي كتخدم في لي زاكسيون، اللي كتخدم في هذا، كتخدم في كاع لي مارشي، فهمتيني؟ دونك اون فوا كتبان لي شي اوبورتونيتي كندخل فيها، كنتداول فيها وتنخرج الارباح ديالي. اي كاين عملات اللي فوالا قررت ندخلهم فيهم في لون تيرم افيك ان كابيتال اللي ماشي كبير بزاف. كيف ما كنقول لكم دائما انفيستي واحد لو كابيتال اللي راكم مستعدين تخسروه، ماشي غتكونوا واقفين عليه، تخلصوا به الكرا، تخلصوا به جو سي با الضوايات ديالكم ايتترا. المهم شي حاجه اللي ممكن اللي ما محتاجهاش، اللي ممكن تضحي بها، لان غدا بعد غدا ممكن الدوتش كوين هذا ما يبقاش يهبط للصفر، يعني ما يبقى يسوى حتى شي حاجه. يعني ما تو دو با تو رويني بهاد الانفيستيسمون ديال الكريبتو موني، ساشون كو بور موا انا مون افيس اون اي في لو ديبي ديال هاد العصر ديال الكريبتو موني. مازال فريمون مازال الايامات اللي غادي نشوفهم يعني كنشريو بهم، تنخلصو بهم، ايتترا، كنديرو بهم كلشي. دونك عندهم ان افنيغ بور موا، دونك مازال حد الان راه حنا غير في لو ديبي.
في هادشي اللي كنشوفو حاليا. حاجه اخرى منين جبنا هاد السوجي هذا، الدراري اللي كيبغي يدخل اي مجال اي بيزنس ديال تداول اي كوميرس ايتترا، عمرك اخويا تبدا بالفلوس ديال التسلف، كنمشي نتسلف باش ندير، لان كتبقى عايش واحد الضغط رهيب جدا. انت ما خدامش بالتعلم، كتبقى خدام غير باش ترجع الفلوس لك خويا اللي سلفك ولا ديك خدنا اللي سلفاتك، سورتو من والديك او هذا، فهمتيني؟ نو ما ديرش داكشي. بغيتي اخويا الفلوس ديال التداول ولا هادشي ديال الاي كوميرس ولا شوبيفاي، سير اخويا خدم عليه فشي خدمه في سونتر دابيل في اي فيش ما كان، جمع له الكابيتال ديالو وعاد ديك الساعات دخل ان في سي بي. المهم يكونوا فلوس دير بهم اللي بغيتي، خسرتي يوم ولا اي حاجه ما تكونش عايش داك الضغط النفسي ديال خاصني كيسولني خويا فين هما دوك الفلوس، واش رجعتيهم لي واش ربحتي منهم واش درتي منهم. دونك هادي نصيحه عفاكم، كنطلب منكم ديروها وتاخذوها بعين الاعتبار، لان في الاخر كتندموا عليها وكتجي تقول لي راه كان عندك الحق خويا امير. دونك ما تنساوش هذه وديروها حلقه في ودنيكم. دغيا عمو كنا كنشوفوا الدوتش كوين في واحد لي نيفو اللي هابطين بزاف، اللي كان ممكن كلشي يشري منهم، مثلا يحط منهم غير 100 يورو وتلقى عنده تقريبا شي 1000 كوين ولا 2000 كوين ايتترا. انا بيرسونيلمون او ديبي كنت بديت ب 200 يورو، كانت خرجت لي شي 300 كوين 3000 كوين باردون 3000 دوتش كوين في الحساب ديالي. كنخدم في باينانس باي ذا واي اللي كيسولني عليها، اللي ما كيعرفش راه غتلقى الرابط لتحت. قلت غادي نشريها غير نشوف، كنت في البدايه ديالها كانت تقريبا دايره ديك الساعات 5 سنتيم، دونك قلت ماشي شي حاجه، دونك نشري ونشوف صدقات هي هذيك ما صدقاتش، سي راه غادي نضيع غير 200 دولار ماشي شي حاجه، مي ما عرفتش صدقات راه نقدر نخدم منها بزاف ديال الفلوس. هكا هذه اللي نبغيكم تمشيو بها الدراري. دونك شريتها تقريبا في لو موات فيفري، ملي كان يلاه سميتو ايلون ماسك تعرف كيدير لها كيدير بهم لي تويت، قلت صافي نخليها. ديغنييغمون شفنا تقريبا وصلت لنص الدولار، ايماجين من 5 سنتيم حتى نص الدولار، دونك بزاف. اي كتقول مع راسك راه هاد العمله ممكن واخا ما عندها حتى شي مستقبل، ما عندها شي حاجه دي با سوليد شي بروجي، ممكن غير بالضحك توصل لواحد لو نيفو اللي طالع وهرب بزاف. وبيتيتر داك لو كرياتور ديال ديك العمله يشوف كو فوالا الناس كيشريو ايتترا، يمشي يقلب على فري بروجي اللي يدخل فيها هذيك النوع ديال الكريبتو موني، يتولي تاهي عندها مستقبل من بعد. اون سي جامي، هادشي غير تيبقى احتمالات، مي اون سي با، ممكن يطرا ممكن ما يطراش. دونك تابعينو وتابعينو الناس كبار اللي كيدعموهم، سي كو فوالا غتكون عندهم شي حاجه. مثلا ايماجينو غدا بعدا يقول لك كيف ما دار ايلون ماسك مع البيتكوين، تي بو اشتي مثلا لي فواتور تسلا بالبيتكوين، يقدر غدا بعدا غدا مثلا ملي توصل دوتش كوين جو سي با 10 دولار ولا 100 دولار يقول لك ممكن تشري تسلا بهذا بدوتش كوين. دونك عرفت ايماجيني معايا كيفاش غادي يدير السوق ديك الساعات، فهمتوني؟ دونك انا كيبان لي باننا في البدايه دي واحد الموجه كبيره جايه لقدام، سورتو في المغرب مازال بنادم ما يلا كيسمع على هذا الشيء. مزيان صراحه الانسان يتانتريس على هذا الشيء ويفهم ويبحث، فهمتوني؟ قبل ما يدير حتى شي حاجه. هذا راه فيديو لي كونسيرنون العملات الكلب دوتش كوين. دونك دابا ندوزو لاناليز تكنيك ديال واحد ربعه ولا ثلاثه العملات اللي كنتبعهم انا، نعطيكم اني ديما تعرف تنفعكم شي نهار. سورتو كو دابا مع طلعوا ديك طلعه ديغنييغمون بزاف، مي داروا اون كوريكسيون. دونك انا كيبان لي بور موا سي ان زعما بلاصه زوينه للشراء الباي اللي نطاح بزاف، دونك كوريكسيون مزيانه ممكن يزيد يطيح، ولكن كوميم كتبقى ان بوين لي مزيان باش تسريح. دونك نوريكم هادشي في ليكرون تشوفوا بعينيكم باش تعرفوا فوالا كومون جانيز لي غرافيك، اي ديك الساعات افو دو بروندر لا ديسيزيون. Alors, on va voir rapidement l'analyse technique des quatre crypto-monnaies que nous avons besoin, le Dogecoin, ZRX, XLM et le XRP de Ripple. Donc, nous avons Dogecoin, l'omla muftala, diana omla tfokara. Donc là, j'avais déjà commencé à faire le charting, le graphique d'Yalou. Donc, il m'a dit qu'il y a des 4 centimes et les 8 centimes, il y a besoin. Il y a un naya, il y a 6 centimes. Et après, il a explosé à la hausse. Ça a atteint les 30 centimes de dollars, d'euros plutôt. On a racheté du or, on a cramé du or, on a cramé du dollar. Alors, naya, donc la question qui se pose, il y a un miroir entre le d'abord et le entre le. Donc, en tout cas, je c'est soit vous allez attendre et au sol le support là, les kains 20 centimes, 0,20, et soit 17 centimes. On a pour moi, franchement, je pense pas que tu aies le test, mais c'est possible. Mais zama, ça reste quand même une très belle correction en aya, alors même 36 centimes حتى 17 centimes quand même, تقريبا la moitié les طاح فيها. Donc une très belle correction. انا كتشوفوا il y a des acheteurs qui sont positionnés, كتبين هاد لا بوجي هادي هنايا. Donc là les acheteurs هما اللي ربحوا. Donc voilà, donc franchement انا
زعما ما كون ما كنتش داخل هنايا جو في بلاسي اشتر فهاد لو بوان هذا، الا مشات تعكس عليا غنعاود ندخل هنايا غادي نحبس، غادي نخليها تدخل في اون بروفي. دونك بور لو تيك بروفيت، سي سي بور لو كور تيرم ديرو لي 36 سنتيم ولا لي 34 سنتيم هكا، سينون بور لون تيرم خليوه فوالا تاع يوصل شي 100 دولار ولا شي باكو. دونك هادي اناليز رابيد ديال تكنيك رابيد ديال لو دوتش كوين. ندوزو لو زد ار اكس. دونك فوالا كيف ما كتشوفو اوني دون ان تري تري غرو سوبور هنايا اللي هو هذا. دونك فما كتوصل كيوصل البرايس لهذا السوبور هذا كيعاود يبونسي. دونك هنايا شوفي نطلع طلع اون فوا ديسيني سا باش يبان كلشي. دونك فوالا، دونك هو قاس هنايا طلع لهنا، قاس هنا طلع لهنا، قاس هنا نورمالمون خاصو يعاود يطلع لهنايا. دونك لي 1.40 لي 1.41. دونك اللي بغا يدخل هنايا كور تيرم يدخل في هاد لابوزيسيون هادي 1.15 و يشد لي ياخد لي بروفي ديالو في 1.40 ترانكيلمون. سينو تيك بروفيت كبر منه تا ل 2 دولار. فرانشمون سي فوزابل و جادور جادور انا هادو اللي كنخدم فيهم واعرين بزاف. اللي كيعجبني سي توجور لو ميم جرافيك. عاوتاني هنايا الاكس ال ام ستيلار ان تري غرو سوبور كوم داب. دونك فوالا عاود جا قاس هنايا غادي يطلع. دونك لا ريزيستونس اللي غادي يقلب عليها هي هادي في لي 38 سنتيم. كنعاود ناكد راه كنخدم في الاورو، الا كنت كنخدم في الدولار غتلقاو داكشي مبدل. دونك vous pouvez acheter ici et تاخدو تيك بروفيت ديالكم لي 38 سنتيم. سينو تعاود تساينو يهبط وفي هاد لو سوبور هذا عاد دخل هنايا ترانكيلمون. فوالا مي سينو دخلتو هنايا تيك بروفيت في لي 38 سنتيم، سينو لي 46 في هاد لا ريزيستونس هادي، اي ابخي لي 58. انا شوي توجور بلاصي هنايا من التحت، مي كيما نقولكم دايما عندي ان بورتفوي ديال الانفستيسمون اللي كيبقى في لو لون تيرم، اي واحد اخر كنبقى ندخل فيه هكا في الكور تيرم. اون فوا كتبان لي لو بري هبط بزاف ان سوبور كندخل نشري، سي تري سامبل. اي ليكس ار بي معروف بزاف. دونك فوالا كيما كتشوفو كنأناليزيه من شحال هادي. الوغ هنايا غادي نمشيو فوالا في الحابس. دونك هادو كاع كاملين لي نيفو ديالو لي سوبور اي ريزيستونس مينور اي ماجور. دونك هنايا كيما كتشوفو راه واقف بوتي سوبور في 0.84 كيلعب ما بين 84 سنتيم اي 99 سنتيم. فرانشمون هنايا يستاغن. دونك نساينو يرجع هنايا في 84 سنتيم اي بوركوا با اون بوزيسيون داشا سينون كاع تا 72. مي ان تو لي كا دابا دايرين كاملين كوريكسيون. فرانشمون سي دي بوان داشا اي فين تهولديو ترانكيلمون. لو تيك بروفيت ديالكم غادي يكون ان شاء الله في لي 1.60. اكس ار بي من 2017 2018 معاود طلع لها لي نيفو هادو. طونك طلع لهم دابا سي كو يا موان دو سفير دو سومبلير لي بوش، يا موان دو سفير لارجون. فرانشمون انا جو سي دي بوان داشا صراحة الله، سي دي بوان داشا. البيتكوين تا هو طاح بزاف، دونك هذا دليل على الناس غادي يبداو يدخلوا يشريو هنايا. فوالا ريكوبير سي دي كوريكسيون عاديين. هادي هي الاناليز رابيد اللي درت لكم على الاناليز زعما فوالا مودست اناليز ديال داكشي اللي كنعرف على لي كريبتو موني اللي كنخدم فيهم انا بزاف. هادو كان صراحه مولفهم ديكو ما كنحاولش نكثر عليا، كنبقى انا غير هادو. دونك شوما تسولوني اعمل فيك التريدي هاد لي كريبتو موني، انا كنخدم في باينانس اي سور سكرين. دونك باينانس هي اللي فيها كلشي الصراحه. دونك غادي تلقاو لو ليان ديسكريبسيون في لا ديسكريبسيون ديالو في لا بوت ديسكريبسيون لتحت. دونك نيزيتي با دو فو انسكريغ. صراحه سي بلاتفورم بروفيسيونيل اي فيها كلشي، غير خاصكم تفهموها شويه غتبان لكم كومبليكي مي عطيوها الوقت وغادي تفهموها مزيان. دونك فوالا هادشي اللي كاين، سي لا فان ديال لانيز تكنيك ديال هاد لي 4 كريبتو موني. وصلنا لا فان ديال لا فيديو، نتمنى تكون عجبتكم. نيزيتي با الا كان عندكم فوالا دي سوجي اولا دي كيسيون تخليهم لي في لي كومونتير. دي فيديو دي بروشين فيديو اللي تبغينا نهضر عليهم ان شاء الله اون ديتاي خليهم لي في لي كومونتير باش كنعرفكم شنو باغيين، علاش باغيين ندوي وندوي عليهم افيك غران بليزير. ما تنساوش اوسي تبعوني سي انستغرام باسكو كنحط لكم دي سينيو، ماشي دي سينيو مي دي كونساي غراتوي في الكريبتو موني. مثلا نقول لكم انا مثلا غادي ندخل لهذه، نقول لكم فوالا دخلوا معايا فيها اي كنتبعوها اونصومب. هادشي اللي كاين اي فوالا، نيزيتي با دو لايكي دو بارطاجي مع اصحابكم. نتشوفو في لا فيديو بروشين ان شاء الله.